يقولون ليش بس عن المسيح تكتب؟ قلت لهم ليش يا وين المشكلة؟ قالوا لأن إحنا نغار لما نشوفك تقعد ويا المسيح وبالحب تغازله. قالوا اكتب عن العالم. قلت لهم العالم رخيص واني ما أحتاج له. بيني وبين العالم صار أكبر جدار، ما محتاج يجيني ولا رايد أوصله. قالوا يعني مصمم تحكي عن يسوع؟ قلت لكم أرجوكم سدوا هذا الموضوع، أنا هذا الموضوع ما أتحمله. شون تردوني ما أحكي عن يسوع وحياتي من غيره متبهدلة؟ مصدر وغير موجود آني، ومن مشيت وياه راسي على. قالوا زين اكتب عنا، احنا ما نستاهل تحبنا. قلت لهم صدقوني احبكم، بس كلام الحب والغزل غير المسيح ما حد يستاهله. قالوا زين نريد نسألك كم سؤال. قلت لهم اني حاضر اجاوب على كل الاسئلة. قالوا زين المسيح لما الخاطئ يجي له شلون يستقبله؟ قلت لهم ياخذه بالاحضان ويبوسه ويقول له مية هلا، بس انت روح له. هو يعرف بداخلك حتى من غير ما تسأله. يلي تسمعني، يلي تسمعني، المسيح دا يناديك، ارجوك هذا الصوت لا تتجاهله. قالوا لنا زين بعد احكي لنا عن يسوع اكثر. قلت لهم المسيح الحنيه والطيبه، وماكو حنيه بالكون تعادله. المسيح وجوده يملى الكون، وإذا تريدون الدليل هاكم قلبي وفتحوه راح تشوفون المسيح بداخله. إذا تردون الدليل هاكم قلبي وفتحوه راح تشوفون المسيح بداخله. بعد المسيح دينادي، القصيدة خلصت. بعد المسيح دينادي، حضنه مفتوح، اللي يريد المسيح راح ياخذه بحضانه ويبوسه ويقول له مية هلا. مبارك اسم الرب يسوع.